السلام عليكم، مساء الخير، مساء التيسير. كان بودي أن لا أتحدث أو أتكلم أو أعلق، ولكن اللي في مهناني أريد أن أنقل لكم ولكن جزءا كبيرا من الحقيقة. هذه محطة إيمي والدار، هذه إطلالة على الميناء الذي دشنه صاحب الجلالة أو قرية الصيد أو مثل كما هو الحال في مصطفى الصويرية. هذه المنطقة معروفة بالصيد التقليدي أو الصيد الساحلي، ومعروفة بالتفرنوت، ومعروفة بوجود الواد بحال الصويرية بحال الصويرة، ولكن وبالجبل الجبل يعني مع الصباح كتلقى الضبابة دي على الجبل، وكتهود البحر كتلقى المعارض والرملة من طبيعة الحال. المعارض راه في بلاصتهم والرملة في بلاصتها. إذا إيمي والدار، لا أتذكر ماذا تعني، واش فم الواد ولا فم الجبل ولا شي حاجة. منطقة فيها وجه شعبي، فيها وجه يعني عصري. الناس ديال الأكادير قريبة لهم تيجوا لها، والناس اللي من مدن أخرى كذلك يرتادونها. نحن كنا جينا لها قبل كورونا وبعد كورونا نعيد أو نستأنف الزيارة، نتمنى أن نعود مع أهلنا ومع أحبابنا إن شاء الله. المنظر يغري بالزيارة وبالمشاهدة، رغم أن في الحقيقة هذا العام كاين شوية ديال الغلاء، لا على مستوى السكن ولا على مستوى أشياء أخرى كتعرفها متعلقة بالحرب في روسيا والبنزين وهلما جرى وبالتغير المناخي وبالجفاف وغير ذلك. إذن ربما الصورة تتحدث أفضل مني وأحسن مني. هنا تزامن هذه الزيارة تزامنت مع وضع مركب تقليدي جديد في الماء، هنا يستعمل الجرار لهذه العملية. أنتم تلاحظون مباشرة معي هذا الحدث، وتلاحظون كذلك أن البحر رجع شوية وتترك واحد مجموعة من البرك وكذلك من الجزيرات الصغيرة. إذن هناك كذلك لغوندوني على الجمال كاميلين إن صح التعبير، وعلى الحصان وكذلك على البوني. إذن هذه المناظر أريد أن أقتسمها مع متابعي ومشاهدي وأحبابي وأصحابي وأصدقائي وعائلتي. إذن في بعض المشاهد أفضل أن أسكت، ولكن كما قلت سابقا ربما تكون شي فائدة جديدة. إذن الجمال والنوق والخيل القزمة أو البوني والرمل، رمل يذكرني إلى حد ما برمل الصويرية. والجميل في هذه المنطقة أن الجو معتدل جدا، أن نقدر نسميه مناخ مصغر أو ميكرو كليما. فرغم أنك يكون تكون الحرارة مرتفعة في مناطق أخرى، هنا تكون الجو معتدل، وحتى إن كانت الرياح تهب بشدة في مناطق أخرى فإن الجو هنا يكون عادة جوا هادئا. وهذا ليس مجاملة، وهذا ما جلب لهذه المنطقة زوارا وسياحا من داخل المدينة أكادير ومن خارجها مدن أخرى من الوطن ومن خارج المغرب. إذن المراكب في كل مكان هنا، مراكب طبيعة الحال هي منطقة ديال الصيد البحري، فتندر شي زيارة ما عرفت واش يسهل ذلك، ربما صعيب انك تصور وسط الناس اللي كيبيعوا السمك، وكاينين مسمكات دي بواسونيه كيبيعوا السمك، وحتى دوك المطاعم كيكون عندهم واحد
يعني انواع من السمك اللي بغى يشويها. دونك الحوت والترنوت هما شعار هذه المنطقه الجميله. اذا لن انقل لكم اكثر مما تنقله الصوره، اتمنى لكم كذلك الوقت والفرصه لتزوروا هذه المنطقه الجميلة، جميلة بأناسها، جميلة بمناخها وأسطر على مناخها، جميلة ببحرها، جميلة بسمكها، وجميلة بخبزها الأمازيغي تفرنوت الذي يطبخ على ليغالي، على كنقولوا احنا المعارض، جميلة بكل ما هو جميل، وخاصة بالنسبة للناس الإيجابيين الذين يستمتعون بالحياة والذين يسوقون الأخبار الجميلة على منطقتهم. وتحية مرة أخرى من إيمي والدار لكم، الشكر على المتابعة. هنا الغروب يقترب، هنا بعض الأطفال يشوفوني كنهضر عب بحدي ونهز التليفون، يعني لا أدري ماذا سيتصورون لو كانت كاميرا أو احترافية كان الأمر أن يكون مختلفا. بما أنني أصور فقط بالهاتف فهذا قد يثير فضول أو بعض الأطفال وبعض الكبار كذلك، ولكنني كما قلت لك ما كنت تسوقش لأنني أشعر أنني أؤدي رسالة معينة، وأكيد أن مثل هذه الشرائط قد تفيد بعض العائلات وبعض وتشبع فضول بعض الإخوة والأخوات الذين ربما يبحثون عن مكان لتغيير الجو أو تغيير الفضاء كما يقال. تبدأ المنازل راحة. السلام عليكم.